السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأستاذ لايف، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الذي نتناول من خلاله إعلان وزارة الصحة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الصيني المستجد، وذلك بعدما أجرى يعني معهد باستور المغرب تحليلات طبية على مهاجر مغربي وفد من الديار الإيطالية وثبت بأنه حامل للفيروس، حيث تم وضع هذا الشخص طبيعة الحال تحت الرعاية الطبية، وكما ذكر البيان أنه في حالة في ح... وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، وسيتم مراقبة طبيعة الحال جميع الأشخاص المقربين يعني أقارب هذا الشخص بغية محاصرة الفيروس لكي لا ينتشر في المجتمع المغربي. ونسأل الله العافية لجميع المغاربة والمسلمين قاطبة.